أهلا بحضراتكم. الحقيقة كان يعني بدايتنا مع إحسان عبد القدوس اللي اخترناها لحضراتكم هي واحد من أهم أعماله الروائية الخيط الرفيع، اللي يعني تكاملت عناصر كثيرة جدا في هذه الرواية المكتوبة، يعني متعة غير عادية في قراءتها، وهناك متعة أخرى عند مشاهدة الفيلم السينمائي. بأرحب بالكاتبة والقاصة والشاعرة الأستاذة وئام أبو شادي. إزاي حضرتك يا أهلا فندم؟ بحضرتك يا شكرا على فندم. مشاركتك في قراءة ما أسميته في الفاصل الماستر سين بتاع الرواية أيوة ده والماستر حقيقي. سين بتاع الفيلم. يعني إلى أي مدى الخيط الرفيع يعني تعد أيقونة وسط أعمال إحسان عبد القدوس الكثيرة؟ الحقيقة هي الرواية دي تعتبر فعلا أيقونة. هو عنده أيقونات كتير بس صحيح. الخيط الرفيع بالذات، وطبعا عنده أعمال كتيرة أثارت جدل وتعرضت لمشاكل مع الرقابة، ولكن الفيلم ده كان أيقونة مختلفة شوية عشان الحوار اللي احنا قريناه ده تحديدا، الماستر سين ده. نعم. الفيلم ده بالذات بيوصل رسالة من جوه إحسان نفسه، هو شخصيا كان وصل لقمة النضج الأدبي والعاطفي والإنساني، نعم. يعني حقيقي يعني في كتابة هذا الفيلم يعني، وحوار يدرس يعني، حتى هو يعني موجود على صفحات فن الحوار والسينما باعتباره مشهد الحوار فيه ذكي جدا نعم. جدا. طبعا بعض المتشددين هاجموا الحوار ده، الفيلم والحوار ويعني اعتبروا ان ده هو هجم كل أعماله في الحقيقة، مش بس وكل اعماله اتهاجمت من المتشددين واتهاجمت من يعني من كل الناس يعني من كل وتعرضت التيارات لرقابة في والافكار. الفترات اللي عرضت فيها ده حقيقي الأفلام، تعرضت لرقابة. نعم. ده حقيقي. الفيلم فيه شجاعة منقطعة النظير، هو كل افكاره شجاعة بس الفيلم الحوار ده فيه شجاعة وفيه ذكاء نعم روائي صحيح. عظيم جدا في الحوار. اصل الحوار يعني الرواية تعتمد على السرد اكتر من الحوار، لكن هو كان يمتاز بفن الحوار جدا يعني، وكانت اعماله فيها مشهدية اقرب الى الدراما والسينما طبعا يعني، نعم فكان رائع، مشهد رائع طبعا، وبيعبر عن فكرة الاله والنبي وانشر دعوتك والكلام. طبعا هم مش قصدهم طبعا الاله والنبوة وما الى خلافه يعني، بس قصدهم التعبد في الحب، اللي هو ايوه يعني ايوه لما حد يقول بالصيغة ايوه البلدي انا بحب فلان ايوه بعبده. حب، انا بعبده، انا بحبه، مش يعني بيبقى شدة مقصود كده. العشق وليس هو الحقيقه انا عايزه اقول ملحوظه عن الكاتب الكبير احسان عبد القدوس، ان هو كان صوفي جدا، كان صوفيا يعني، حتى ايوه الاستاذه ماجده خير الله كانت ذكرت عن تكلمت قبل كده عن صوفيته، واستاذه لطفي عبد الكريم، يعني في ناس اتكلموا عن صوفيته ونشاته اثرت فيه، صحيح. فهتلاقي ان هو يعني حتى في مقطع في الروايه، في جمله في الروايه بتاعت الخيط الرفيع لما هي كانت بتمرضه، فكان بيقول لها يعني هو بيخاطب نفسه واحسان كاتب الجمله على لسانه، ان هو يعني كان بيبص لها وبيتلقف منها الكلمات كمؤمن، يتلقف الكلمات من كتاب مقدس. نعم. طب هذا التعلق الشديد بي كيف نفسر بعد ذلك تخليه عنها بهذه الانتهازية عندما تغيرت ظروفه وأصبح يعني بفضلها إنسانا ناجحا في المجتمع؟ كيف نبرر ذلك؟ هقول لحضرتك، هو ال في هنا يعني شعرة بس عاملة هو ما بين الفيلم والرواية. على فكرة الفيلم ده يكاد يكون من الأعمال القليلة المتطابقة تماما مع الرواية. صحيح صحيح، رغم برضو اسقاطه تفاصيل صغيره هقول لحضرتك على بعضها. في شوية حاجات اختلفت صغيره. بسيطة قوي لكن مش في جوهر يعني ما فيش نهاية متغيرة يعني، هو نفس الموقف يعني. حضرتك لما بتتفرج على الفيلم بتتخيل ان هو اللي ظلمها، ده لما قراش الروايه، وعشان كده مهم جدا ان الاعمال السينمائيه تتقري تتقري كروايات. الاول. والله يعني انا هو بدعو كل في الناس الروايه لده. ايه الاختلاف الاساسي؟ في الروايه الحقيقه ان هي يعني ايوه. ان سمح التعبير ان هي المجرمه، هي مش مجرمه بمعنى اصح يعني، لا هي عندها عقد نفسيه، والحقيقه احسان عبد القدوس كان بارعا في طرح العقد النفسيه للمراه، صحيح.
وتناولها وتناولها من أبعاد مختلفة حتى العاهرات، وما كانش بيدي أحكام لشخصياته في المطلق ولشخصيات الستات يعني عنده في الرواية بصفة خاصة جدا. يعني هي كانت مجرمة فيها، هي اللي رافضة، هي ما كانتش مجرمة بالمعنى، بس هو المجتمع حولها لكده. هي كانت شخصية سبب الأزمة كلها، إن هي كانت شخصية معتقة جدا، وكانت دايما عارف إن الشخصيات اللي بتسحق نفسها من أجل إسعاد الآخرين. فعملت ده مرة، اتنازلت عن حبيبها زمان عشان خاطر شافت واحدة بتحبه وبتتألم بتموت، فاتنازلت له عنها عشان هي تعيش، مع إنها ما كانتش صديقة قوي يعني. برضو حصل نفس الحكاية، أهلها لما لقوا ظروفهم المادية اتغيرت تماما، جات على نفسها وصاحبة عبده اللي هو رجل الأعمال الكبير المليونير عشان تصرف عليهم، ومحدش كان بيسألها انت بتصرفي منين ولا بتعملي ايه ولا بتسوي ايه. برضو حبت يعني واحد انت كان عايش في لندن. تقصدي تقولي ان هي يعني هو قدمها لنا كده كمان في الفيلم، ان هي ما هو ده هي لازم الواحد وفي يقرأ الرواية الرواية عشان ما كده. قدمها لنا كده في الرواية وفي الفيلم. هي كمان في لقطة لما هي راحت لندن، اصل هي اصلا في الرواية الاصلية ما هياش مصرية، هي مش مصرية، هي من اصل مالتي على انجليزي، وهي كان المفروض انها وهي الوحيدة السمراء في اخواتها كلهم بيض، وهي حبت واحد كان عايش حتى في لندن. دي من الحاجات اللي اثرت فيها جدا، وكانت بدأت تعمل عندها تحول شوية، ان هو كان كل ما بيحاول يقرب منها ويقيم معها علاقة يقول لها عشان انسى الانجليزيات اللي انا حبيتهم، فهي كانت بتبذل نفسها عشان هو ينسى لحظات الالم، لحد ما حست انها بتحبه، فحست انها بتتكسر وبدأت تتساءل، هو انا لحد امتى هفضل ادي حتة جزء مني لحد. هي علاقتها بقى هنا بيه في الفيلم البطل، انه ان هي بدأت معايا شفقة، وهي لاخر لحظة اللي يقرأ الرواية هيعرف ان هي ما حبتهوش لاخر ثانية. هو الخيط الرفيع اصلا هو الخيط الرفيع بين الحب والتملك. صحيح، هو كان عايز يتملكها دون ادنى مسؤوليه مجتمعيه. هي اللي كانت عايز تملكه، بس يبدو في الفيلم في الروايه هو اللي عايز يتملكها. في الفيلم بيبدو انه هو عايز يتملكها، يجعلها او يشيئها كما ما دي كانت يشاء. مفاجأة بالنسبه لي انا كمان لما قريت الروايه. صحيح، ان هي اللي كانت عايزه تتملكه، وهي دايما كانت حاسه بالقرف منه، ورغم انها كانت بتعمل علاقات مع رجال مختلف الجنسيات والاعمار وكده، الا ان هي كانت مش عايزاه، هي بس عايزه تحس ان في حد استعبدته وتملكته مره في الحياه، ان هو بقى لفترة. ذليل ليها. فهي كانت بتكبره زي اللي بيبني عماره او بيبني مشروع خاص بيه عشان يفضل ذليل وعبد ليها، فلقت ان العبد تمرد. هو كان بيحبها وصادق معاها، ولكن هي يعني اصرت ان هو لما لقته بينجح بعد ما كبرته، وطبعا المحب الحقيقي مش بيحب حد عشان نجاحه او فشله او فقره او غناه، يعني صحيح. اللي بيحب حد ايه ده لما كبر لقته كبر وحست انه هيروح من ايدها، طب ما هو كان معاكي هو فقير، ما كنتيش حاسه ان هو كبير في نفسه ليه؟ وده يفسر ان هي ما طرحتش الزواج منه الا بعد نجاحه مثلا. طبعا. وفي نقطه ايضا في الروايه، ان البطل يبدو في بداياته الاولى وكانه مؤمن بالاشتراكيه وبعدين لا نجد هذا في الفيلم خالص. يعني هو مش عارف يروح اشتراكيه ولا شيوعيه، هو في الاخر قال لك انا مش مهم، المهم ان انا اوصل، لان هو المواصفات. يعني هل احسان عبد القدوس كان بيدين بعض النماذج في اليسار المصري، انه في بعضهم انتهازيين ولا يعني يعوا ما يقولون يعني، او بس هو احسان على فكره على مدار تاريخه، على فكره اليمين كانوا بيحبوه جدا، اليسار صحيح كانوا بيحبوه جدا، اجتمع عليه الماركسيين والشيوعيين وكل الناس اجتمعت عليه، وكان محب جدا لكل الناس، وكانت مشكلته اللي قايمه عليه اللي كانت بتعرضه للاعتقال والمشاكل كلها طول الوقت، ان هو كان بيؤمن بالتعدديه الفكريه والتيارات والمذاهب والحريه. والحريه، الحريه الفرديه. نعم. كان مؤمن جدا بالحريه الفرديه. طيب تعالي نشوف المشهد اللي احنا قراناه عشان نبرز الفروق ما بين الروايه وما بين كيف تم اداء هذا المشهد بقى في عمل سينمائي من اخراج هنا البركات. نذهب الى هذا الفاصل. ككل او الروايه ككل، لمن يعني اسعده وامتعه احسان عبد القدوس بانه اهدى له هذه الهديه وقرا الروايه، من امتع ما تكون الحوار فيها عالي جدا، من اعلى الافلام اللي فيها حوار. وعايزين ننوه الى ان احسان عبد القدوس ويوسف فرانسيس اشتركوا في كتابه السيناريو والحوار عن قصته. طبعا استاذه وئام ابو شادي الكاتبه والناقده
والشاعرة أيضا، في شعر في الرواية دي والفيلم. حقيقي كنت أثناء المشهد بتقولي لي حاجة مهمة مرتبطة ب انه اولا بالنسبه للابطال طبعا يعني، ومش دايما لازم نختار او المخرج يختار نفس المواصفات الشكليه، بس اختيار فنان عظيم محمود ياسين وسيده الشاشه فاتن حمامه كابطال مطابق مطابق تماما للمواصفات المكتوبه، سمرها، صحيح، شكلها، مواصفات جسمها، هو شكله، باستثناء ان التاني كان بيوصفه ان هو قصير في القامه شويه، لكن نفس الشكل، البشره اللي تميل للسمار اللي فيه صفار، الشفايف الرفيعه، الشعر، الراس الكبير شويه، كل المواصفات الشكليه تماما. حتى فاتن حمامه لو الناس تاخد بالها مسمره بشرتها شويه عشان تقترب من عشان تقترب. الحقيقة، الحقيقة الفنية في الرواية. هما يعني هما عملوا الشخصيات احسن من الشخصيات نفسها صحيح صحيح، لا هو فعلا احسن من خيال احسان. تميز حقيقي. إذن الخيط الرفيع هو الخيط اللي بيفصل ما بين التملك والحب. هو قال حاجة خطيرة قوي في الرواية دي اتفضل. لفتت نظري، قال انا مش عايز حد يمشي ورايا في استنتاجاتي وهو بيقرا الرواية دي، لان احنا لو بصينا لاغلب الازواج السعداء قدامنا هنلاقي ان سعادتهم بسبب التملك، وان كل واحد فيهم في قرارة نفسه عنده استعداد لخيانة الاخر حتى لو بينه وبين نفسه يعني. ده في الاغلب. نعم. ليه؟ لان غريزة التملك تقود الى الخيانة، لان بيبقى هدفها نفسك، فبيتحول الانسان الى حيوان، صحيح، بتبقى غريزة. نعم. لكن الحب هو هدفه اسعاد الاخر، والابقاء انه يبقى عليك، بيتمسك بيك، بس مش عشان هو متملكك، عشان يساعدك، عشان نعم. يديك حتى لو ما اجتمعتوش. طيب هنا هل في إدانة للمجتمع في هذا العمل؟ يعني طبعا. إيه نوعية الإدانة اللي طبعا قدمها إحسان عبد القدوس؟ الادانه هنا للجانب المعنوي والنفسي والتشريحي للمراه، لان هو طبعا احسان كانت رواياته كلها بتتبنى، يعني اللي كان بيميز رواياته عن كتاب كتير في جيله يعني، وحسب ما اجمع عليه زملائه نفسهم يعني زي نجيب محفوظ ورجاء النقاش ويحيى حقي وكلهم، ان هو كان بيهتم بعالم تشريح الشخصيه والنفسيه، صحيح، يعني هو كان يغوص شخصيات من الداخل. الشخصيه من الداخل. وعلى فكره صعب جدا ان كاتب راجل يعرف ينفذ الى نفسيه المراه ويتحدث بلسانها وبلسان حالها بالشكل ده، هو نجح في ده نجاح منقطع النظير ربما يعني. أكثر من نساء كتبوا عن المرأة، طبعا يعني هو كان قريب طبعا. من نفسية المرأة انا مش عايزه اقول لك وكون ان هو رايه في كتابات النسائية النسائيه يعني، مش عايزه اقول عشان بقى الستات تزعل منه، ما كانش بتعجبه مع ان قوي. انا بتكلم عنه وانا ست يعني، بس هو لا، هو كان بيحترم الست جدا، بيحترم الكتابات، بس كان بيقول ان الستات الفرق بينهم وبين الرجاله في الكتابه الاسلوب، لكن ما عندهمش افكار عميقه، لكن هم يتميزوا عن الكتابه الرجوليه او الذكوريه، انا اسفه يعني، نعم، بالاسلوب يعني. جميل. إذن دي كانت رواية أو قصة الخيط الرفيع. لو انتقلت إلى قصة أخرى فيها، يعني أنا هل أعتبرها إدانة للمجتمع ولا للظروف ولا لأي شيء؟ عندي نموذج، أنا لا أكذب ولكني أتجمل. هنا نحن أمام شخص يتظاهر بأنه في وضعية اجتماعية مختلفة عن طبقته، الطبقة الاجتماعية المتدنية، وبيقع في حب أو تقع في حبه فتاة، ثم تبدأ المعضلة أو المشكلة هنا. انا لا اكذب ولكني اتجمل دي كانت يعني في مجموعه قصصيه اسمها الهزيمه اسمها فاطمه، وكانت قصه قصيره، والحقيقه دي كانت من المشاكل يعني، اغلب الحاجات اللي كتبها احسان كتبها من واقع معاش، نعم. مش هو طبعا عنده خيال، ولكن دي قصص مرت في حياته، فعلا حياته كانت ثريه ودراميه بشكل مرعب يعني. فابراهيم وخيريه دول اتنين ولاد يعني ناس مقربين منه يعني، هو عارفهم يعني، نعم، خيريه هو ابوها كان عارفه. صديقه. يعني تقصدي استاذه قصه دي ويان وقعت مع احسان. انها قصه محاكاه للواقع كما هو عنوان شخصيه صلاح برنامجنا، يعني شخصيه صلاح قصه الوقار، حقيقيه.
قصة حقيقية، ودي كانت من مشاكل الناس اللي حواليه. خيرية دي كانت بنت تقريبا هو كان مربيها، يعني بنت صديقه. وشخصية صلاح ذو الفقار في الفيلم اللي هو كان الكاتب واستاذ الجامعة، الشخصية دي مش شخصية الأب فعلا، دي شخصية إحسان عبد القدوس أصلا. ده دور إحسان عبد القدوس في القصة، يعني من الحاجات القليلة جدا اللي إحسان ده دوره فيها جوه. هل في ثمة تظاهر آخر لدى هذه الشخصية بخلاف شخصية البطل؟ يعني بمعنى، هل هو كان مؤمن بالعدالة، بأنه ممكن أي اتنين يحبوا بعض سواء باختلاف الطبقة طبعا، بس هو الاجتماعية؟ كرجل يعني عاقل وناضج وكاتب وخبير طبعا في العلوم النفسية بالذات في عالم الرواية، يعني نعم لأن عالم الرواية ليه تشريح نفسي يعني نعم مختلف شوية. هو تناول القصة دي وقرر ان هو يسردها. طبعا هرجع واقول ان دايما كتابات احسان يعني فيها متعة وفيها حاجات بتكتشفها غير السينما، غير المرئي طبعا. فهو كان بيقول لما دخل، هو اللي اتحاور مع ابراهيم، هو اللي كشفه وهو اللي عرفه، هو اللي عرف ان هو ساكن في المقابر وان مظبوط مستواهم الاجتماعي، هو كان هو مؤمن بالحب ولكن مؤمن جدا بالتكافؤ الاجتماعي علشان ما يحصلش صدام والحب يضيع. فهو اول كلمة قالها له، قال له انت، هي يعني صرحتها، هي تعلم بالحقيقة. فضل يزوغ منه في الكلام، قال له يعني انا مثلا، انا ما بقول لما واجهه قال له انت كده كذبت، قال له انا ما كذبش، يعني انت مثلا في حاجات طبعا مش متقاله في الفيلم، قال له يعني انا مثلا دلوقتي لو مجموعه وزراء راحوا يصلوا وانا وجي وزير صلى معاهم وهو اصلا ما بيصليش، نعم هو كده بيكذب؟ هو ما بيكذبش، هو جال المناسبه فصلى، ده حتى ربنا نفسه هيقبل منه صلاته في الوقت ده، مش هيقول له لا يعني. قال له يعني انا لا اكذب، وهو كان بيدي مبرر طبعا. ما دي، فهو قال جمله جميله قوي احسان عبد القدوس في هي الماستر بتاعت القصه دي، بس هي ما اتقالتش في الفيلم، بس اتقال معناها يعني ان الحب هو لقاء الكل بالكل. نذهب إذن إلى هذا الفيلم المحير فعلا. أنا لا أكذب ولكني أتجمل. على فكرة قد يتصور البعض انه المشهد صامت، المشهد ده معبر جدا لدرجة ان انت احيانا اثناء الفيلم تشعر انه في كلام وصل لك ولكن في صمت، ومشهد مؤلم جدا لان هنا هي بتصطدم بحقيقة، بتكتشف ان هي نفسها رغم حبها مش هتقدر تبلع هذه الحقيقة الاجتماعية الخاصة بحبيبها. حضرتك قلتي لي، لأن برنامجنا هو فن المحاكاة، يعني الأعمال الأدبية والنصوص التي تستلهم الواقع، قلت لي حاجة مهمة جدا عن إن إحسان عبد القدوس هو اللي كشف التظاهر بتاع البطل. هو تقريبا على ما اذكر، انا كنت قاريه القصه من فتره، افتكر ان هو كان في عزا حد من اصدقاء احسان يعني، وشاف ابراهيم في التراب، وهو اللي كشف الموضوع واستدعاه، وهو لما حاول يواجهه يعني التاني اتخض بس حاول يتماسك ويبرر بقى ويقول ويبرر، فهو قال له في الاخر الحب هو لقاء الكل بالكل،
فمش مش هينفع. مش هي... هو كان جميل في حاجة إحسان، إن هو ما كانش بيحاكم أبطاله ولكن كان بيحاول ينصفهم، يعني حتى العاهرات في يعني ما كانش بيستخدم معاهم اسلوب، يعني مع كل الناس في كل شخصياته اسلوب الحلال والحرام والعقد يعني كان بيخلي المجتمع ينفس عن نفسه والمرأة تنفس عن نفسها، والتضحيات اللي هي بتعملها اللي ما حدش حاس بيها حتى لو كانت شخصية عاهرة يعني. وده طبعا ظهر في أعمال كتير زي الراقصة والسياسي طب هنا فأنا لا أكذب ولكني أتجمل، إيه الرسالة اللي عايز يقولها؟ يعني عايز يقول إن التكافؤ الاجتماعي أهم من الحب؟ هي المشكلة هنا مش فقر وغنى، ولكن الحب عندما يكون في قدر من التعقل والاتزان، لأن مش مهم الحب نفسه، ممكن يتولد من أي اتنين، هي المشكلة في الاستمرارية، صحيح. كيف أحافظ على الحب ده ليه عوامل وعناصر، لازم يكون في توازن، وخصوصا الرجل، يعني لو الرجل هو يعني أعلى في الطبقة الاجتماعية من المرأة ممكن تتبلع، تتبلع في مجتمعنا احنا. انما العكس بيبقى صعب لان الرجل هو القوام طبعا وهو القائد يعني. يعني لم يكن إحسان عبد القدوس الأديب الوحيد الذي يتناول حياة المرأة في عصره، لكنه كان أكثرهم فهما لطبيعتها وتعبيرا عنها، فكان لسانها الذي تتحدث به، وعينيها اللتين ترى بهما العالم، وقلمها الذي تثور به على التقاليد التي حرمتها من الاستمتاع بحياتها زوجة وأما وابنة وحبيبة. أنا بس هاخد الحتة دي وأسأل حضرتك، هل النماذج النسائية اللي قدمها إحسان عبد القدوس، ما ممكن حد يقول للأستاذة وئام أبو شادي بس هو ده كل بطلاته يا إما ساقطات أو في طريقهن للسقوط، فين بقى الدفاع عن المرأة؟ ما هو بيقدم لي نماذج منحرفة في الأعمال الكثيرة اللي كتبها. رأي تردي على الرأي ده إيه؟ هرد عليه بأول نقطة، هي عندنا مشكلة كبيرة قوي في المجتمعات العربية، ودي ناتجة عن قلة الثقافة والوعي والفهم، إن الأدب بيختلف عن الحياة في إعادة الصياغة والتأهيل. يعني مفيش حاجة اسمها أنا بكتب عن الساقطات أو أكتب عن الفضليات فقط، إحنا أصلا بنقدم عوار المجتمع. يعني أما أجي أقدم فيلم، أنا طبعا ضد بعض الأشياء اللي بتحصل في الدراما ساعات، ولكن في حاجات بتبقى في ضرورات لازم نقدمها. صحيح. يعني أنا عايزة أعالج، أوريك الإنسان الفاضل، ما أنا لازم أوريك جنبه الإنسان، أوريك الرذيلة. صحيح. ربنا نفسه خلقنا بني آدم وشطان عشان الخير يظهر والشر يظهر والليل والنهار. صحيح. لازم يبقى في تناقض في الأشياء. هو دايما زي ما قلت لك ما كانش بيحاكم حد، هو عايز يقدم عوار المجتمع، فكان بيقدم بيسلط الدور، يعني حتى بلغة الدراما بيقول لك الشر هو الدراما، السقوط هو ما انت هتسلط الضوء على ايه؟ ما الحاجة الحلوة حلوة، انت بتسلط الضوء على العوار. فكان بيقدم حتى الساقطات، كان بيقول لك هو كان عنده مبدأ ما فيش حاجة اسمها انسان ساقط او مجرم، في حاجة اسمها ظروف ضغطت عليه، ضعف، انت ممكن تبقى مكانه، انت بتتكلم من موقعك لكن انت ما تعرفش انت لو مكانه كنت عملت ايه. ده طبعا راجع لنشأة إحسان عبد القدوس طبعا، أحداث إحسان. وعلى فكرة ناس كتيرة كانت فاكرة إن إحسان عبد القدوس اتولد في بق معلقة ذهب ومن عيلة أرستقراطية جدا وكلاسي خالص، بس ده مش حقيقي، لأن أمه السيدة فاطمة يوسف كانت من بيئة فقيرة جدا، وربتها أسرة مسيحية وهي مسلمة واعتنوا بيها، وهم اللي سموها روز في طرابلس في لبنان، وهي كانت ست ثورية جدا وفنانة، وعلى النقيض كان أبوه مهندس وتفرغ لكتابة المسرح برضو، وكان رجل صوفي، وجده ومحافظ جدا، جده كان رئيس المحاكم الشرعية، الشيخ رضوان، جده هو اللي رباه بعد جده كده، هو اللي رباه وعمته تقريبا، لانهم اعترضوا على جواز ابوه من امه، ازاي يتجوز واحدة ممثلة كانت لسه جاية مصر وبتشتغل مع جورج ابيض ويوسف وهبي وعزيز عيد، طب ازاي؟ فاتطلقوا، ما قعدوش، يعني هي يعني اتطلقوا وهو عنده شهرين، ففضل لحد سن التوجيهية، وبعدين راح لأمه، وراح لها مش يعاتبها ولا لا، ده راح كأنه كان معاها امبارح، لأنها كانت هو شاف المعاناة دي الست، فكان دايما حاسس ان أمه اتظلمت. صحيح. اتظلمت، يعني حتى جده كان محدد يوم في الأسبوع عشان تشوفه بالعذاب، عشان كده هو يعني كان مع المرأة المظلومة أو التي حتى يعني إذا انحرفت فهي تنحرف لظروف خارجة عن إرادتها يعني. وعلى فكرة هو عنده هو نفسه عنده ازدواجية،
بس هو هو نفسه. كان بيفسرها، يعني ما كانش سابها مبهمة. يعني هو مثلا مشكلته انه كان جده الشيخ رضوان كان راجل صوفي جدا اصولي جدا، وهو ابوه كان متربي نفس التربية، فتربى في بيت يعني مش متشدد دينيا على محافظ فكرة، محافظ. بيت محافظ جدا، والصلاة والقرآن وحفظ، وكان حافظ القرآن احسان عبد القدوس. وكانت من ضمن الحاجات اللي كان بيقولها ان هو تعلم فن القصص من القرآن الكريم، يعني غير الادب العالمي والقصة طبعا. امه كانت بتعمل ندوة في بيتها عالم الصحافة، وجده كان يعمل ندوة، فيروح هنا يلاقي ممثلين وفن وكتابة، ويجي هنا يلاقي. بس على فكرة هقول معلومة برضو غريبة، الحاجات دي الناس يمكن ناس كتير اول مرة تعرفها، مهمة، انه هو اخذ الشاعرية من ابوه، اللي الناس اتهمت ابوه ان هو صارم، وابوه كان بيحاول يخليه يتعلم الكمان، وكان بيحاول يعلمه التمثيل، بس جده طبعا كان بيعترض يعني. وامه هي اللي كانت ضد ده، امه كانت قاسية عليه جدا رغم انها كانت بتعشقه يعني. فهو خد الشعرية من ابوه وخد الصرامة من امه وده يعني. انعكس في رواياته هذا الصراع ايضا ما بين احيانا ما بين يعني الانفتاح او التحرر وما بين الانغلاق. واحنا عايزين نقول كمان ان انا لا اكذب ولكني اتجمل من انتاج التلفزيون يعني، ومن الاعمال اللي تشرف التلفزيون لانه انتجها سنة 81، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي يعني، ده برضو من الأشياء المهم إن إحنا نتكلم ده عنها حقيقي لأنه من اجمل اعمال التلفزيون. كان في افلام، كان في فتره كده في صحيح افلام تلفزيون حقيقه كانت من اجمل اعمال التلفزيون، المعالجه بتاعته رائعه بصراحه يعني. صحيح. طيب أنا عايز هسأل سؤال يعني أعتقد إنه مهم، لأنه في الراقصة والسياسي إحنا هنا، هل إحسان كان بيبحث في بعض رواياته عن المعنى الحقيقي للشرف؟ لأنه هل ده كان مطروح في الخيط الرفيع، وهل كان مطروح في الراقصة والسياسي؟ ما هو الشرف؟ شرف الرجل وشرف المرأة، شرف الراقصة وشرف السياسي، شرف الانتهازي وشرف الساقطة أو المحترفة للدعارة. ايوه، هو إحسان كان الحياة السياسية اللي عاش تطبع بطبعها يعني، من ساعة ما اتربى مع أمه، والنضال والشجاعة والمواقف اللي أمه حطته فيها، واستقالته من رئاسة تحرير جوزة اليوسف، وبعدين الأخبار، وبعدين دار الهلال، وبعدين صحيح. الطعنات اللي خدها من أقرب الناس إليه بداية يعني من عبد الناصر، وحتى اعتبرها ضربة وطعنة قوية، والنقراشي. تقصدي حك موضوع فيلم البنات والصيف، ولا تقصدي حاجة تانية؟ لا هو عموما في حياته، في هو حياته بشكل عام. في الصحافة، هو كل حاجة عنده ناتجة عن عصارة خبرته، فكان بيسيسها، وكان عايز ياخد السياسة بالمعنى الواسع والأشمل، السياسة في الحب، السياسة في الحياة العامة، السياسة يعني كل حاجة كان بيتناول فيها حتة سياسية كده صحيح. خلف الستار يعني. الراقصة والسياسي طبعا كان كده يعني. طب نذهب إلى جزء من هذا الحوار من فيلم الراقصة والسياسي، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذة وئام أبو شادي. الحوار في أعماله ذكي جدا، ويعني مبارزات تحس إنه الردود عميقة جدا، وفيها كثير من الفلسفة والثقافة والوعي بأزمة المجتمع، بمشاكله، بتقاليده اللي بعضها تقاليد بالية، مش ما بقتش طبعا مواكبة للعصر. الفيلم اتعمل سنة 90، وهو إخراج سمير سيف، وسيناريو وحوار وحيد حامد برضو يعني، لازم طبعا نشير لهذه النقطة الهامة. لازم الفيلم ده يبقى الوحيد حافي. طبعا. هل هنا برضو معنى الشرف، ولا ايه التيمة الأساسية؟ طبعا هو هنا عايز يقول لك ان الشرف مش ان يعني الشرف اللي هو معناه البسيط المتداول الشائع اللي هو جسم الست لا، ده الشرف ده، ما انت عندك شرف، انت لما تكذب على الناس وتزيف الحقائق وتخدع شرف الناس الرجل، وتسرقهم، شرف الرجل، الشرف ده يعني شرف كلمة الرجل منطقة هو وساكتة. الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة. طبعا يعني، عبد الرحمن الشرقاوي. طبعا يعني، فالشرف ده حاجة مش متصلة بمعنى مادي، هو معنى إنساني ومعنوي وديني وأخلاقي، وكل المعاني متصلة بالشرف طبعا. نعم الصدق شرف، صحيح الصدق صحيح. شرف. هو هنا في الفيلم ده
طبعا كان بيعري حاجات كتير لانه كان عدى فترة، فكان هنا بيعري حاجات كتير هو شافها بعينه واتعرض لها، فصاغها في شخصية الراقصة وصاغها في شخصية السياسي يعني. وده على فكرة هو كان بارع في اختيار العناوين، يعني من صحيح أبرع الكتاب في اختيار عناوينه، صحيح صحيح وشخصياته النسائية كانت شديدة الذكاء، يعني إن ست هي تكشف هذا المجتمع الذكوري المتحيز، السياسة كل يعني بالنسبة له كانت فساد، فهي هنا بتعري نعم يعني نعم الرأس هنا، الرأس هنا بيفضح صاحبه. صحيح صحيح. وهي لا تدعي مثله، يعني هو بيدعي، بيتظاهر بأشياء مش موجودة فيه، ايوه بينما هي طبعا في سعيها للبحث عن دار الأيتام تبدو يعني صادقة صادقة. وتبحث عن التطهر، ولكن لا يتاح لها فرصة حتى هي التطهر. عايزة حد يعيط عليها بعد وفاتها، ما عندهاش اولاد، عايزة حد يعيط عايز عليها، فقالت تعمل خير وتتطهر يعني ويبقى عندها اطفال. فهو لا يعني حتى شوف الرسوخ المعنوي النفسي لهذه المبادئ السامجة، انه هي رقاصة فمش من حقها حتى انها تعمل خير، مش من حقها حتى، انتي رقاصة بيقول لها انتي اي يعني بالضبط. انتي رقاصة يعني، ما يمكن هي فيها حاجة باب رحمة بينها وبين ربنا انت لا هو طبعا لان السياسي بيلعب على كل الحبال، لكن هي واضحة، صحيح، هي هي أكثر واضحة. صراحة. وهو ده نهج إحسان عبد القدوس كما يذكر عدد لا بأس به من النقاد، فكرة تعريته لفساد المجتمع، ولكن الفساد الباطني الداخلي من خلال تعرية الشخصيات من أعمقها، الأعماق النفسية للشخصيات ودوافعها وسلوكها ومبررات سلوك هذه ايوه الشخصيات بنراه بوضوح شديد. اه وهو هنا متعاطف، يعني في تعاطف مع المرأة حتى في جمحها، أو حتى اه عندما تسقط، أو حتى عندما اه تمارس أمر طبعا غير أخلاقي. اه طبعا طبعا. هو كمان احسان وجود شخصيتين زي والدته وزوجته السيده لواء حازم المهمي، الاثنين شخصيتين على النقيض تماما، والاثنين كملوا حياته، نعم كملوه يعني حفروا شخصيته ووعيه الانساني كرجل وكابن. نعم الشخصيتين كانوا على النقيض تماما، واحده امراه عامله متحققة جدا، مراته كانت بتفضل مسؤولية البيت والأولاد، ما حبتش إنها تشتغل، لكن هو كان يميل إلى، على فكرة كان عنده رأي بيميل إلى إن الست ما تشتغلش، هو مش ضد ده. يعني شوف، هو كمان وكانوا يعني أصدقائه بيستغربوا ويطرحوا ده كتير يعني، لا، وتسأل بس ده ناتج عن حرمانه. أزمته وأزمته طبعا مع أمه، يعني ده كان أزمة. فيه يعني مرحلة في حياته كان بيبات فيها في البنسيونات من كتر، لان امه قعدت مره مقطعه سنه، ليه السبب إيه؟ امه قعدت مقطعه سنه مره، للسبب؟ كان خلاف بينهم يعني، كانت يعني خلاف بينهم في روزا اليوسف، لان هي كانت يعني مش مستبده بس هي كانت قويه وبتحب تفرض كلمتها، وساعات كانت تيجي وهو كبير كده في كليه حقوق تروح بايساء قدام صحابه في المجله ويتكسف وشه يحمر وكده، فكانت العلاقه بينهم جنه ونار يعني. بمناسبة يعني السياسة، كان الفيلم البنات والصيف، إحسان عبد القدوس من أكثر الكتاب اللي تدخلت الرقابة في أعمالهم، جدا. وفي أحيان كثيرة غيروا النهايات. هنتعرض لده في أفلام كثيرة منها لا أنام وغيرها، غيروا النهايات، الرقابة أصرت على تغيير النهاية، وبعض الأفلام تعطل تصويرها بسبب اعتراضات رقابية مجتمعية. يمكن في قصة بتروى عن البنات والصيف إنه جمال عبد الناصر بنفسه. اعترض بنفسه على هذا الفيلم، لأنه بيصور حالات من الجنس بتدور في فترة الصيف مع البنات والشباب، ويرد عليه إحسان عبد القدوس في رسالة فيها شجاعة كبيرة في هذه الفترة، رسالة كتب فيها إلى جمال عبد الناصر، بيشرح له فيها أن هذه القصص هي من وحي الواقع، بل إن الواقع أقبح من ذلك، وهو يكتب هذه القصص أملا في إيجاد حلول لها. ده طبعا برضو يعني في طبعا. صميم فكرة جمال برنامجنا. عبد الناصر كان من القراء يعني، كان من أول قارئ لإحسان عبد القدوس، وكان صديقه جدا يعني.
ومش بس أزمة البنات والصيف ده، يعني حتى لا يطير الدخان، ده كانت أزمة صحيح. كبيرة جدا وتوقف جدا، فيلم فترة طويلة رقابية، وقف فترة طويلة بعد 4 سنين لدرجة رجعوا إن المخرج العظيم يعني أحمد يحيى أحمد يحيى. يعني خلاص كان يعني خلاص قفل من الموضوع ده يعني. ونفس فعزيزي كلنا لصوص طبعا يعني. اعترضوا على العنوان، تم اعتراض على عنوان الفيلم. طالته الشبهات طبعا يعني، اكيد هو يعني بيني وبينك القصه يعني هو كان بيعمل اسقاط عليها شويه لان كانت يعني موجعه بالنسبه له الاحداث يعني، فكان لازم يجسدها بالشكل ده. يعني في لا انام حرق البطلة، ده كان تدخل رقابي، هو ما عملش ده في الرواية. في البنات والصيف عدلت النهاية بانتحار البطلة مريم فخر الدين عقابا لها على انحرافها الأخلاقي، ده ما كانش موجود برضو في الرواية. في الطريق المسدود ظلت الرقابة، يعني طلبت الرقابة تزويج البطلة بدلا من انتحارها. انتحارها. ويا عزيزي كلنا لصوص رفض اسم الفيلم، وأوقف وزير الثقافة الفيلم سنتين حتى تمت الموافقة عليه بعد ذلك. احنا هنروح بقى لفيلم أعتقد، أو رواية من رواياته أعتقد إن فيها جانب آخر. نشوف الأول هذا الجزء من لا تسألني من أنا، ثم نعود لمواصلة حوارنا. أيضا يعني فيلم مهم ورواية أعتقد مهمة. إيه القضية الأساسية في لا تسألني من أنا؟ أولا ده من أجمل أعماله كلها يعني، هو والخيط الرفيع دول يعني صحيح. بين قوسين، يأتي بعدهم أي شيء أنت عايز نعم. تقوله بقى، يأتي بعدهم شيء في صدري لا أنام، أي قصة تانية. لا تسألني من أنا الرواية نعم. الوحيدة لإحسان عبد القدوس، أو قصة مش عارفة بالظبط هي رواية ولا قصة، غالبا هي رواية بس ما نزلتش، ما اتجمعتش في كتاب، هي نزلت حلقات في روزا اليوسف. أنا عرفت المعلومة دي لأن كان نفسي أحوله الحقيقة لعمل تلفزيوني، وتوجهت لشركة إنتاج كبيرة. بنفسك كنت عايزه كسيناريست تكتبي كنت القصه هتكتبه والحوار. الأستاذة سميرة محسن، وبعدين كنا هنعمله يعني كان من مع انتاج الاستاذه سميره. لا كانت هي هتكتبه كمسلسل، وبعدين توقف المشروع فأنا فتحت الملف تاني حلو. يعني، كنت تواصلت مع لكن أستاذة سميرة أحمد لم وأستاذ صفا يكتمل برضه أصلا. المشروع ده. لا الحقيقة طب لا، ايه اللي دفعك ان انت عايزه تكتبيه رغم انه فيلم ناجح برضه أولا أنا مش مؤمنة بتحويل الأعمال السينمائية إلى الى تلفزيونية تلفزيونيه؟ إلا نادرا يعني، في مرات قليلة قوي نجحت فيها الحكاية دي، صحيح. لأن بعد شادية مش هيجي حد يعني. ولكن أنا خطرت في بالي يعني، خطر في بالي خاطر إنه تيجي الأستاذة يسرى تعمل هي دور شادية، هي عملت ايوه البنت مرة، فاهم ده كان مفهوم. التخطيط ساعتها يعني مع أستاذ صفوت غطاس كان ساعتها. والحقيقة أنا كنت عايزة ده بالذات لأنه كان بيتنبأ بالثورة من سنين، ومعمول سنة 84، نعم. وكان القصة بتاعته رغم انها الجملة قصة. الماستر اللي هي قالتها هي دي يعني بتعبر عن كل الفيلم، لما بتقول لها انت ام مجرمة ان انت بعتي يا اولاد يعني تبيعي لان بنتك، فقالت لها لا انا مش يعني الناس مش بس هتبيع ولادها، ده الناس هتبيع لحمها، انا فقيرة، الناس مش بس هتبيع ولادها، الناس هتبيع لحمها. يعني هنا وبعدين النبوءة، هنا في فكرة انه طبعا الاحساس وهي بقت أزمة عالمية حاليا، أزمة الغذاء وعلى فكرة موضوع ان الناس تبيع نعم ولادها ده انا شفته يعني من نعم فترة طويلة اتكرر كتير جدا. أكيد. هنذهب إلى آخر أعمال أو آخر عمل هنناقشه من أعماله التي لا يمكن حصرها في حلقة واحدة، مستحيل. نذهب إلى لا أنام. لابد بس من التنويه عن انه لا تسألني من انا كان اخراج اشرف فهمي، وقصه قصه احسان عبد القدوس مع احمد صالح، لكن لا انام انتاج 57 اخراج صلاح ابو سيف طبعا، وصالح جودت مع احسان عبد القدوس في السيناريو والحوار. بعيد الترحيب بالاستاذه وئام ابو أهلا شادي. بحضرتك. لا انام هنختم بيه حوارنا، كيف ترينا؟ برضو من أعماله الأيقونة جدا الرواية دي تحديدا بقى، أنا قريتها هي وشيء في صدري أول ما بدأت قراءة يعني في سن 16 17 سنة، لما بدأت بقى أتابع السلسلة
وهو صراحة أعماله معدية لبعضها، يعني بتقرا له عمل تبقى عايز تقرا التاني والتالت، طبعا وتميز بالسلاسة والتدفق الأدبي والتكنيك وحاجات كتيرة كان في عنده. كثير من زميلاتك بيقتنوا روايات إحسان ويبقى يعني اه حريصين على طبعا، قراءتها، اه كان طبعا، يعني هو كان يعني التقليد هو ده موجود. ونزار قباني فعلا زي ما حضرتك تكرمت وقلت في اول حلقه، هما كانوا اللي شكلوا وعي العاطفي للطبقه المتوسطه والشعوب صحيح. العربيه لفتره طويله ولحد دلوقتي يعني، نعم. وكانوا متشابهين في شخصيتهم وكل حاجه. بالنسبه للفيلم لا انام، الفيلم ده احسان استخدم فيه مفردات في كتابته، نعم. انا لحد النهارده انا قريتها طبعا 3 مرات في نعم. حياتي، نعم. في كل مرة كنت بقراها منظور مختلف، في كل مرحلة من حياتي أنا كنت بحسها بشكل مختلف، لأن تعدد شخصيات الستات في الفيلم مديك العاهرة والكذابة ولا هنا بيرصد حالة مراهقة ولا إيه عشان أختم لا. بيها هو لا أنام المعنى؟ هنا المقصود بيها الضمير، نفس الضمير. الضمير هنا برضو كان بيشير إليه في شيء صحيح. في صدري، كان برضو الضمير، فأزمة الضمير إن هي إنسانة، صحيح. هي في الأول بتقول له في الرواية بتقول له هو هل ربنا موجود؟ هي مؤمنة بس يعني إزاي سابها كل الوقت ده؟ بس عايزة أتكلم حاجة في موضوع النهاية بتاعت الفيلم ده بالذات. سريعا لأن الوقت آه خلص. آه طيب، النهاية بتاعت الفيلم اللي هي اتحرقت بيها بالنسبة للي ما قراش الرواية قد تبدو عادية، بس أنا شايفة النهاية اللي حطها إحسان، وعشان كده أنا مش بحب أغير في الروايات لأن الكاتب يبقى ليه هدف. صحيح. النهاية هي النهاية اللائقة الطبيعية جدا، اللي هي هي قالت في الآخر أنا وكوثر بقينا في وش بعض، وكأن ده انتقام ربنا يعني، كل حاجة راحت منها يعني النهاية كده كانت هي أكثر قعدت قسوة، اللي هي تعيش معاه مع وجها الست لوجه. الشريرة اللي خانت أنا أبوها. بشكر الأستاذة وئام أبو شادي الكاتبة والناقدة والشاعرة على هذه الإطلالة الثرية على عالم إحسان عبد القدوس، الله نورتيني. يخليك، أشكرك جدا وأشكر القناة الثقافية. وبشكر حضراتكم، ونذهب إلى فاصل بعده ندير حوار حول رواية طنين للناقد والكاتب والأديب الدكتور عزوز إسماعيل.